دكتور عبد المنعم فؤاد، الإخصاء للمغتصب إذا قرر اغتصابه، هنا عقوبة تكون موصومة بالعار، وثانيا تكون موصومة بما يعتقد، يعني أنه رجولته وفحولته بتدفعه إلى الاغتصاب بهذا الشكل، فيتم إفقاده رجولته من خلال الإخصاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكر حضرتك في البداية على دفاعك عن الأزهر وموقفك الإعلامي الشامخ الذي يعرف أن هذه المؤسسة مؤسسة عريقة لا يمكن أن تخرج شهادة وفاة لها أبدا في مصر، أبدا بإذن الله. فبوركت وجزاك الله خير، الله يخليك على ذلك، وكذلك كل الإعلاميين الشرفاء مثل حضرتك نقدم لهم يعني الشكر ونحتضنهم احتضانا قويا في نظرتهم إلى المصالح العليا للبلاد، ومؤسسات البلد هي التي الأعمدة التي تقوم عليها هذه البلاد، والأزهر أحد هذه الأعمدة. أتمنى من الجميع أن ينظر هذه النظرة الطيبة المباركة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشكر في البداية الأخت الفاضلة على حماسها ونظرتها إلى الواقع وكيفية مداواة الأمراض اللي هي فيه، لكن لي عتب على البرلمان بوجه عام، لأني بحبه حب شديد وفيه أفاضل يعني شرفاء. كل اللي احنا سمعناه عن البرلمان او في البرلمان، سمعنا يعني قوانين، يمكن هذه القوانين ليست المرادة في الساعة الآن او في الوقت الآن، يعني سمعنا لم نسمع قانون من القوانين يدعو الى نشر مادة الثقافة الدينية والوطنية في المدارس وإلزام المدارس بذلك. لم نرى يعني أخ فاضل وكلهم فضلاء في البرلمان يقول عودوا بالقيم إلى أبنائنا في الجامعات. أين مادة الثقافة الدينية؟ أين مادة الثقافة الوطنية والتربية الوطنية اللي كنا ناخدها؟ هذا كله غير موجود. الهجمة الآن على المناهج التي تحافظ على القيم والأخلاق وهي مناهج الأزهر. لكن على كل حال، الذي رأيته في البرلمان كما قلت حضرتك، يا إما قانون يقدم لكشف العذرية، يا إما قانون يقدم ضد الأزهر، يا إما قانون يقدم، يعني أنا عاوز قوانين بدل ما أنا أمسك المتحرش ده وأقول له تعالى أنا هقطع لك كذا، ده قال لك ان نص البلد تبقى برا، ما ينفعش هذا الكلام. بس بلدنا بخير والله والحمد لله، انما انا امنع التحرش بقانون بقانون. طب ما هي شوف الاستاذ زينب قال لك يبقى انت بتدعم التحرش كده. لا، ما انا لما اقول نص البلد هيتم، ما انا بقول لك يعني انا بقول لحضرتك هذا ليه نص البلد بتتحرش يا دكتور؟ لا احنا بلدنا بخير الحمد لله، وشبابنا ليست فيه هذه السوداويه اللي احنا يمكن البعض ينظر إليها، لكن بلدنا بخير وبلدنا فيها أخلاق وفيها قيم. رد حضرتك بقى، فيها أخلاق وفيها قيم. هي بس بتقول لحضرتك إيه، أنت كده بتدافع عن التحرش. طب مش تسمعين لغاية الآخر؟ كان سمعتك. لا، أصل حضرتك يعني من الأول بتقول عتاب على البرلمان. أنا أول ما قلت، أنا لست هلا الوضع هلا حضرتك هلا حضرتك معلش. وبعدين انا مش عاوز اتكلم، اقول لحضرتك ان دور الازهر في فين في المعاهد في وسط شباب القريه؟ معلش، ما احنا برضو كلنا بنكمل بعض. سألت سؤالين، هل في قانون ظهر من البرلمان يدعو الى عوده القيم والاخلاقيات في المدارس من خلال ماده التربيه الدينيه؟ انا ما قلتش قانون. ايوه محتاجه الان. انا بقول رايي، انت بتعاتبني على رايي. إلزام المجتمع يعني معلش يا قلبي، حضرتك صحح له بس ان انا ما لا تقدمت بمقترح ولا مشروع، ده مجرد ورائي وحضراتكم نما اليكم. ما هو بتسالوني عليه الرأي وبلورته هو بمثابه مشروع قانون. انا بقول لك لا، بس ازاي اقول انه ده هيؤدي الى اخصاء نص نص البلد؟ لا يعني. مش نص البلد، مش بقول نص البلد، انا بقول يعني ان الظاهره قد يظن البعض
ان فيها البلد فيها كذا مثلا، لكن بلدنا اكبر من كده افضل من كده. بالعكس هو اللي على الساحه، لكن في قيم احنا وفي عائلات بعد افغانستان. ده تصنيف خارجي، ده تصنيف خارجي. لكن انا اود من حضرتك ومن الاخوه الفضلاء الكرام ان يقدموا مشروعا كيف نفيد الشباب ببناء المصانع، كيف نشغل الشباب. طب وازاي نعاقب المغتصب كمان يعني؟ ايوه ده دي جايه الناحيه الثانيه، هقولها في مشاريع كده ناحيه ثانيه. ان الشباب اللي متحرش بيصبح مغتصب بعد ما انا سد الذرائع من 10 سنين ل 13 سنه. يا استاذ من 10 سنين ل 13 سنه ده اقل من كده يا استاذ وائل. يعني انا ما احبش بس اقاطع حد، لا بس هي يعني انا بقول يعني ان نقاش مش اصلا مش انا بقول اولا من الناحيه الاجتماعيه، الناحيه الاجتماعيه ان احنا ننظر ان هذه مساله خطيره جدا ومسألة لابد من علاجها، وعلاجها ليس بالقطع وعلاجها ليس بالإخصاء، لأن الإخصاء من ناحية الشرعية لا يجوز إطلاقا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذا الأمر من شاب قال له ارجع إلى الله وصم والله سييسر لك الأمر إن شاء الله صم. لما جاءوا شاب قال له يا رسول الله انا اريد ان ازني وانا كذا وانا عندي دافع شهوه. لا زين عم بتكلم عن اغتصاب مثلا. ما طريق الصيام يعني نوع من انواع العلاج. الصيام يمكن ان تتم برضاء اطرافها، انما الاغتصاب انسان وحشية. انسان اتى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فساله نفس السؤال، استطيع ان اخصي نفسي يا رسول الله؟ قال له لا، صم وسل الله من فضله. صم وسل الله. طب بس هو كده ما بيتكلمش عن مغتصب، لا هو ده طلب ان انا نخصي نفسي. الاخصاء نفسي. نخصي نفسي. اذا يعني من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه الرسول عليه الصلاه والسلام رفض. من الناحيه الشرعيه هل بتدافعوا من منطلق ذكوري يعني؟ لا 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 خالص، انا لسه بندافع اولا من منطلق ديني واجتماعي. طب ما هو المغتصب ده هل 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 تحسبه على البشر ولا هو ذئب بشري؟ انا احسبه اني انسان قد يكون به مرض نعالجه الاول ونسد الذرائع الاول، بمعنى اني انا اطالب بقانون، هذا القانون يشوف ايه الذرائع اللي بدات فيه. يعني تعالى مثلا الفن على سبيل المثال، الفن نطالب الفن بانه يرجع بنا الى القيم. الدراما اللي بيسهر قدامها الشاب ليل ونهار، اخرج قانون بانه ينظم الدراما وينظر الى مصالح.